صباح الخير يا نهى. اهلا يا مدام سوسن. لما عفافه تطلع امتى؟ خلاص بتحضر في حاجاتها. يا دوب اسلم عليها. مدام عفاف ست مصريه اصيله زيها زي 22 مليون ست كشفوا في مبادره صحه المراه، وبسبب الكشف المبكر الحمد لله ربنا شفاها وهتحضر اهي فرح بنتها. عفاف الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. مدام سوسن عامله ايه؟ اديك سمعت بنفسك الدكتور بيقول ايه، نخفف الدهون في الاكل ونقلل السكريات، ولازم تروح المتابعه في ميعادها، واظن ملكش حجه، العربيات موجوده في كل حته. ده كلام علمي ومنطقي وانا مقتنع بيه جدا. ماشي. بقول لك ايه، تيجي نروح عند حبيبك ناكل بيتزايا. انا كان قصدي ليك. ايه يا دكتور، هي نسمه خلصت العمليه ولا لسه؟ اه خلاص في الافقه الحمد لله، قدرنا نزرع قوقعه بنجاح الحمد لله. نسمة طفلة كانت بتعاني من ضعف السمع، قدرنا نساعدها هي وزيها كتير. كان أي حد بيستنى فترة طويلة جدا عشان يعمل جراحة كبيرة، دلوقتي من خلال مبادرة قوائم الانتظار محدش هيستنى تاني. طمنيني الضغط كام؟ الضغط مظبوط. معلش لو سمحتي كنت بس بسألك عن فحص الحوامل. أي يا فندم، فحص الأم. فحص الأم الحامل الكامل. طب والجنين؟ هو نفس فحص الام الحامل والجنين، وبكده تطمني على نفسك وعلى ابنك. شكرا جدا. العفو على ايه؟ في الوحده الصحيه؟ ده انا كده استاذن انا بقى. لا على فين؟ افرض حد جاي يسال، مين اللي يجاوب؟ انا؟ دي صح. ايه يا نجم؟ منورنا ليه النهارده؟ انا جاي عشان اخد الجرعه التنشيطيه. بقول لك يا دكتور، هي دي مستشفى من مستشفيات وزاره الصحه ولا اللوكيشن جابني غلط ولا ايه؟ لا ما ده العادي خلاص. طب اطلع بقى عشان الحق دوري. لا ده ولا حاجه، مش هتاخد خمس دقايق. الحمد لله على السلامة. ما تنسوش بقى تعملوا الفحوصات في أقرب وحدة صحية. فحوصات؟ فحوصات إيه؟ آه طبعًا لازم تعمل فحوصات الأمراض الوراثية وكشف السمع عشان تطمنوا عليها. طب وعمر؟ عشان نطمن عليه؟ لا عمر ده بقى يا سيدي مين قده؟ ده في فريق طبي مخصوص من الوزارة هيروح له لحد المدرسة. يعملوا لهم بقى فحوصات الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، واخد بالك يا عمر؟ واخد بالي. اسمك إيه يا عمر؟ عمر؟ برضه؟ يا اكيد فيه. ما كنتش فاكره ان انا كبرت كده. الدكتور بيقول لي لازم اكشف كل شويه. باين ان العظمه كبرت يا ساره. لا 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 عظمه كبرت ولا حاجه، دي شويه فحوصات عشان خاطر السن. يا سم. بسم الله ما شاء الله، لا سن ولا حاجه. ورايا. المبادرات الرئاسيه كتيره ولسه هتبقى اكتر. 86 مليون مصري استفادوا من خدماتها ولسه مكملة. صحتك تهمنا، ابدأ دلوقتي واطمن على نفسك بدري. الفحوصات دي بتطمننا عليك وبتساعدنا نكتشف ونعالج أمراض كتير. صحتك مستقبلنا.